أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان إنجاز 35% من أعمال العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطرق الرئيسية لخدمة مدينة جابر الأحمد. وقال الحصان خلال جولة تفقدية للوقوف على أعمال المشروع أن قيمة المشروع تقارب 29 مليون دينار ويتكون من 6 تقاطعات صممت لخدمة مدينتي جابر الأحمد وسعد العبدالله ومنطقة غرب الصليبخات. وأشار إلى أن تقاطعات المشروع سيكون 2 منها على طريق الدوحة السريع و4 على طريق الجهراء السريع، فضلا عن احتواء المشروع على جسرين أحدهما بطول 155 متراً.